أسعد اليوم بالمشاركة في هذه الندوة التي تنظمها جامعة قطر للحديث حول جزئية مهمة من أجزاء الأزمة الخليجية متصلة بقضية الإرهاب والمزاعم التي قامت دول الحصار بالادعاء بها على دولة قطر. حقيقة البعد القانوني طويل جدا للحديث حول هذه القضية، ولكن إذا ممكن أن نلخصه أن هناك خرق واضح لعدد من المبادئ والقواعد المتصلة بالقانون الدولي التي انتهكتها حقيقة دول الحصار فيما يتعلق باستحداث قائمة للإرهابيين دون اللجوء إلى الوسائل والطرق الدولية المعترف بها، من بينها اللجوء إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية. وهناك أيضا أبعاد أخرى حقيقة متصلة بالأزمة الخليجية، وأنا أعتقد أن جامعة قطر ستنظم سلسلة من الندوات المتصلة بهذا الموضوع. هو طبعا سمو الأمير في أكثر من مرة وتحديدا في خطابه الأول في شهر يوليو الماضي حدد مفهوم الإرهاب الذي تتبناه قطر، وقال أن مفهوم الإرهاب هو استهداف المدنيين بشكل غير مشروع لتحقيق أهداف سياسية. ونضيف إلى ذلك أنه طبعا خارج إطار الدولة، لأن غير ذلك سيكون عدوان دولة أو إرهاب دولة كما يسمى. وهذا هو التعريف طبعا الذي يتفق عليه كل القوى حقيقة التي تنتهج نهج احترام المجتمع الدولي واحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الشعب في تقرير المصير. ولكن طبعا الخلاف الأساسي في ذلك يأتي حول التكييف السياسي للإرهاب ومحاولة كثير من الدول أن تستغل مفهوم الإرهاب لتحقيق أجنداتها السياسية، وهذا بعيد تمام البعد طبعا عن تعريف الإرهاب. وبالتالي هم حتى لا يعرفون الإرهاب من منظورهم، بل هم فقط يكتفون بوصم أي معارض سياسي وأي من أي دولة تخالفهم سياسيا بهذا الوصم حتى يتمكنوا من تنفيذ أجندتهم العدائية تجاهه. الأزمة حقيقة تنذر بانهيار دول كاملة في المنطقة بسبب قلة الوعي السياسي وبسبب المراهقة السياسية التي انتهجت في هذه الأزمة. وبذلك احنا حقيقة نهيب بكل القوى أن يكون لديها حالة نضج سياسية حقيقية وأن تستوعب خطورة مثل الأمور التي تفعلها دول الحصار على مستقبل المنطقة. رأينا الآن طبعا أن هناك اتفاق دولي أوروبي أمريكي ومن مختلف قوى العالم على أن هذا الحصار هو خاطئ، وأربع رؤساء دول غير عرب وغير مسلمين على منبر الأمم المتحدة طالبوا برفع الحصار عن قطر، والآن حتى انضمت لذلك دول أفريقية بالمطالبة برفع الحصار عن قطر آخرها نيجيريا. فبالتالي هناك اتفاق دولي حول أن هذا الحصار خاطئ وهذا الحصار خطر على مستقبل السلم العالمي.